خلينا نروح لزميلتنا ايمان عز الدين نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. لسه مكملين معاكم وبنشوف العالمين بعيون حبايبنا اللي موجودين هنا، اللي مبسوطين هنا، اللي منبهرين هنا. انا مش متخيلين الفرحه في عينين الناس، انا فرحت. وشفنا القمر. اسمك ايه؟ جايلان. جايلان. وحبيبي سليم. سليم، انا وسهلا. اول مره تيجي يا سليم؟ اول مره تيجي العالمين؟ كنت بتسمع عنها قبل كده كتير؟ طب ولما جيت لقيت اللي سمعت عنه هو نفس اللي موجود ولا لقيته هنا احلى؟ لا ما سمعتش حاجات عنها، انا سمعت عن شفت حفله وانوار ومول في سقف سحاب. كنت متخيل المكان جميل؟ لا. هتيجي تاني؟ يا ريت. ما اعرفش. عاوز تسمع ايه من تامر حسني النهارده؟ ما اعرفش. طيب جايلان، انت اول مره تيجي العالمين ولا الساحل بشكل عام؟ لا لا، باجي كتير طبعا. باجي كتير العالمين. اول مره يعني. اول مره. طبعا يعني السنه اللي فاتت كنت هاجي بس حصل ظروف كده ما جتش. طب وايه رايك فيها؟ جميله بصراحه، حلوه قوي. اكتر حاجه عجبتك؟ بصراحه حلوه ومعموله فظيعه بصراحه، يعني مش هقدر اقول اكتر من كده. سافرتي بره قبل كده؟ الحمد لله. هي احلى ولا بره؟ لا مصر طبعا احلى. اكيد مصر احلى دايما بالناس الحلوه. ميرسي، ربنا يخليكي. طب لو هتقولي دعوه للعالم كله انه يجوا يزوروا العالمين الجديده، تقول لهم تعالوا زوروا العالمين الجديده علشان ايه؟ معمول على مستوى فوق الرائع بصراحه، يعني النظام وكل حاجه حلوه بصراحه، يعني جميله، يعني تستاهل ان حد يجي. انت كمان حلوه، شكرا ليكي. زي ما انتم شايفين كده الناس مبسوطه، ولسه المكان ده هيبقى احلى. كل الناس اللي هنا شغالة بحب، كل الناس القائمين علشان الفعاليات الحلوة دي اللي بدأت من أول يوم 13 يوليا لحد يوم 26 أغسطس معاكم، علشان في ناس صادقة وناس بتحب البلد دي بتشتغل بمنتهى الحب علشان الناس الجميلة. أهلا أهلا. أهلا بيكي. مين؟ إيمان معاكي. وأنا كمان. تشرفت بيك يا عبد. أهلا وسهلا. مين؟ أهلا بيك. أحمد فكري معاك. اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. طب هو مش هيعرف يقول اسمه. ابنك يوسف. اهلا وسهلا يوسف. انتوا جيتوا العالمين قبل كده؟ جيناها كذا مره. هنا في المكان ده. جينا كذا مره الصراحه. بس طبعا ما كانش كده خالص يعني الصراحه. لا كان لسه يعني لسه في البدايات خالص، يعني تقريبا من 3 سنين ما كانش كل الحاجات دي تقريبا موجوده، يعني كان لسه صحرا تقريبا. طب والنهارده ايه رايك فيه؟ هتحس ان هي دولة عالمية، يعني كل اللي معمول فيها يعني تحفة، يعني مدينة عالمية، مدينة يعني عالمية فعلا. فاهمة اللي هو كل حاجة فيها معمولة بالظبط، يعني انا سافرت دبي كذا مرة، هي شبه دبي يعتبر، وكل المباني الانشاءات كل الحاجات دي، يعني هي مدينة مصرية على مستوى عالمي بتنافس كل المدن السياحية اللي في العالم. مظبوط. انا احمد يعني سافرنا كتير، شفنا اماكن كتيرة، يعني الصراحه اللي احنا شايفينه المستوى اللي موجود، الخدمه والنظافه حتى الباركينج وحاجات، كل حاجه بقت مسهله جدا عن اي مكان تاني موجود في مصر عامه بشكل عام. فالمكان لا صراحه مميز جدا ونضيف، وصراحه انا افتخر المكان ده زي ده موجود في بلدي الصراحه. احلى الشواطئ الصراحه، والميه جميله جدا وصافيه. ايه اكتر حاجه حبيتيها في المكان؟ الجو، جو جميل قوي، والشواطئ والنظام والعمار والانشاءات، يعني كل الابراج دي. بتلاقي طلباتك هنا بسهوله؟ كل الحاجات فيها حيويه، يعني دلوقتي اصلا بقى كل الممشى اللي بره ده كله على طول مفتوحين 24 ساعه عادي، حتى ممكن تكلمي في التليفون دليفري بقى يجي على طول، يعني الدنيا عندي بقت سهله جدا. انت عارف طول الممشى السياحي اللي هنا في مدينه العالمين طوله قد ايه؟ لا صراحه. بس هو كبير الصراحه، يعني انا مشينا عليه تقريبا بالعربيه اكتر من مره، بس مساحه كبيره. الممشى السياحي اللي موجود هنا عشان الناس تتمشى عليه وعشان الناس تنبسط وتشم هوا وتلعب رياضه وتتفرج على المدينه من على الممشى، طوله 14 كيلومتر. ممكن الرقم يبدو ايه 14 كيلومتر ده، رقم قليل او مش قليل؟ لو هنمشي بالعربيه على سرعه 100 هناخدها في ربع ساعه، فما بالكم بقى يعني الشاطر يجيب اخره زي ما بيقولوا. عمال كل شويه انشاءات بتطلع، يعني كل ما باجي بلاقي حاجات اكتر بتطلع، حاجات كتير بتتعمل،
فالواحد مبسوط والله. في عرض ازياء جاي هنا قريب، وتيجي وتجيبي احمد معاكي ونشتري بقى. خلاص حاضر عينيا. جيت انا كده. لا بس هو المكان الصراحه، المكان حتى كمان كسياحه يعني، انا شغال في السياحه. لا بقى في اوتيلات، الاول كانش فيه غير اوتيل او اتنين بس. دلوقتي ايه اللي ما كنتش متوقع تلاقيه وجيت فوجئت انه موجود؟ الصراحه هو كل حاجه يعني، كل حاجه ما كنتش اتوقع ان هي موجوده هنا يعني، المكان، حفلات. الصراحه مبهراني جدا، اوتيلات فخمه جدا، النظافه، كل حاجه يعني. مستوى الاوتيلات الصراحه اللي موجود مستوى عالي جدا يعني، فندق زي فندق ريجل او الفندق العالمين مستوى احنا يعني من نادرا نلاقيه موجود في مصر. طيب لو هتقولوا للناس في العالم كله، بتعملوا انتوا دلوقتي مصريين، بتعملوا دعوه للعالم كله تعالوا زوروا العالمين، علشان يعني هي حاجه فوق ما تتوقعوها وغير اللي انتوا بتشوفوه خالص يعني. لما تيجوا حتى هتشوفوا ان هي، هتحسوا يعني كمان الشعب المصري كمان معروف ان هو غير اي شعب تاني يعني. يعني جدا يعني. تعالوا زوروا العالمين علشان النظافه، مستوى الفنادق اللي موجود، مستوى المناخ نفسه يعني، الجو نفسه حلو جدا، الاسعار حلوه جدا مقارنه ببره. الشعب المصري بقى يعني، دي اهم حاجه. منورين الدنيا ونورتوا العالمين، شكرا ليكم. تابعونا على قنوات سي بي سي وتغطيه خاصه جدا جدا لحفله النهارده، ولسه مكملين معاكم لحد 26 اغسطس كل الفعاليات في مهرجان العالمين. العالم عالمين، ضحك ولعب وجد وحب، ثقافة وفن ورياضة وسباحة، كل حاجة بتحبوها هتلاقوها هنا في المكان ده. اشوفكم على خير. شكرا إيمان عز الدين على التقرير ده. من اللي بتبقى بالأشخاص، بتبقى بالأسر، بتبقى حميمية شوية مع المشاهد يعني. شكرا إيمان، وبالتوفيق دايما، وإن شاء الله يبقى في تغطية جاية بإذن الله خلال الأيام الجاية. نسعد بيك فيها انت وكل الزملاء اللي هناك بإذن الله.